السلام عليكم، مرحبا بكم. سوف نتطرق في هذا المقطع إلى جملة من التمارين تخص محوري الأنية والغيرية، ويتعلق هذا النوع من التمارين بالمهارات المنهجية، أي التبعات والضمنيات أو تحديد بعض المفاهيم. هذا النوع من التمارين يكون متواجدا في القسم الأول من امتحان البكالوريا في مادة الفلسفة للشعب العلمية. إذن نبدأ أولا بتمارين تخص محور الأنية والغيرية. هذه القولة: إن ذاتي قلعة محصنة لا يمكن للآخر اختراقها. ما هي المسلمة الضمنية لهذا الإقرار؟ هذه القولة هي في شكل إقرار ضمني يؤكد على أن الذات هو عبارة عن قلعة محصنة لا يمكن لأي شخص اختراقها أو تهديدها. وهذا الموقف نجده لدى ديكارت، الذي يرى في أن الذات ذات منعزلة متعالية على الآخر ومتعالية عن العالم، ولا يمكن لأي شخص اختراقها، وهي بقدرتها وحدها وبحدسها الباطني قادرة، وكذلك بتأملها العقلي قادرة على إدراك الحقيقة وقادرة أن تعي ذاتها بذاتها. إذن الإجابة: يؤكد هذا الإقرار على أن الأنية تتحقق بذاتها، أي بدون الحاجة إلى الغير، أي أن وحدة الذات وترفعها عن المادة أي الجسد وعن الغير كفيلتان للوصول إلى للحقيقة. إذن فهذا الإقرار هو تكريس للوحدة المقصية للكثرة وتدعيم للتصور الفلسفي الميتافيزيقي. إذن هذا التصور هو تدعيم، هو موقف نجده لدى ديكارت، وهو تدعيم للتصورات الفلسفية الميتافيزيقية القديمة التي تكرس فكرة الوحدة والثبات وتقصي الكثرة والتنوع والتغير. القولة الثانية: انظر إلى الحروب والفتن والمعارك، ليس لها من باعث سوى الجسد ومطالبه. استخلص من القول منزلة الجسد. هنا يجب أن ندرك أو أن نتعرف على صاحب هذه القولة. هذه القولة نجدها لدى أفلاطون، وبطبيعة